اتكلمنا عن معنى يتعلق بماذا؟ يتعلق بحالة كترت عندنا، كترت عندنا بسبب الظرف الوبائي اللي كان موجود عندنا، فبدا الناس تتوجع والناس تتألم وهي حالة الفقد، فقد الأحبة. ففقد الأحبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جه وقال لنا كلمتين في قلوبنا، مش في ودننا بس، قال لنا كلمتين في قلوبنا، إن الفقد يا سادة ليس معناه إن أحبابنا صاروا إلى العدم، ولكن الفقد معناه إن أحبابنا أصبحوا رموز. فعلمنا إن حضرة النبي كان في رمزين كبار في عام الحزن. الرمز الأولاني كان السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها، والرمز الثاني أبو طالب، رمز كبير للشهامة والرجولة وللنخوة والدعم. الرمزين دول خلوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن الفقد مش معناه إن أحبابنا انتهوا، لكن يفضل أحبابنا رموز يجددوا فينا الأخلاق والقيم. عشان كده إحنا هنفضل نهادي أحبابنا اللي تحولوا رموز في حياتنا، ونبعت لهم الهدايا ونبعت لهم كل ثواب، ونقول لربنا اللهم هب مثل ثواب أعمالنا الصالحة لأحبابنا، ويكون ده رحمة وبركة ونور وفضل عليهم. دايما حضرة النبي بينور حياتنا ويوسع عنا، فنعرف ان حياتنا ممتدة عشان تتصل بحياة أحبابنا في حياتهم البرزخية. يا رب اجعلنا من أهل النور، واجعلنا مع حضرة النبي صاحب السرور والبشرى والحبور. وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. يا رب اجعلنا دايما في إيد حضرة النبي في الأولى وفي الآخرة، واجعل حنانه يطيب قلوبنا على الدوام. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ربنا أكرمنا بجمال سيد المرسلين في كل وقت وحين.